هلو، أنا مستر ميكستشر. سموني مستر ميكستشر علشان أنا بحب إيه السلطة، وباكل فيها فيجيتابلز، خضروات كتيرة متنوعة. أخويا بيحب الحاجة الواحدة بس، علشان كده بيشرب ووتر، ديستيلد ووتر، مية مقطرة خالص، وكمان ياكل شوجر، وياكل الصولت ما يحطهمش على حاجة، والبيكنج صودا اللي هي ماما بتستخدمها في الكيك. الناس سموه ايه؟ الناس سموه a pure substance، مادة نقية. ليه؟ it is the substance that is made، هي مادة made up of، مصنوع من ايه؟ only one type، نوع واحد بس من ايه؟ identical particles، من الأجزاء المتماثلة بتاعة الحاجة، يبقى نوع واحد only type. زي ما في قلنا مين؟ زي ما قلنا distilled water والsugar والtable salt والbaking soda. علشان كده الناس قالوا ايه؟ احنا نقسم الماتر، المادة، بين a pure substance، المادة النقية، والميكستشر. يلا اوريكو انا كمان الميكستشر بحب ايه. انا الميكستشر بحب اشرب mineral water، مية معدنية فيها معادن كتيرة، والميلك كمان من الميكستشر، وايه، وتوماتو صوص، والاتموسفيريك اير زي كل الناس، بشم الهواء اللي فيه جازز كتيرة، نيتروجين واكسجين وكل الايه الجازز، وبحب العب واكون كونكريت الخرسانة. علشان كده الناس سموني a mixture. يعني a mixture it is the substance، هي مادة، that is consist of، بتكون من ايه، more than one type، اكتر من نوع، of identical particles، من الاجزاء المتماثلة، more than one type. تفاعل زي مين؟ mineral water، المية المعدنية، والميلك، والتوماتو صوص، والاتموسفيريك اير، والكونكريت الخرسانة. انا بحب ايه؟ التي، الشاي، واحط فيه الشوجر واقعد اقلب اقلب اقلب. انت فينك يا شوجر؟ انا مش شايفه، اختفى خالص. اصل ده اسمه ايه؟ هوموجينس. يعني ايه هوموجينس دي؟ يعني متجانس برضو. يعني ايه؟ we cannot distinguish، ما اقدرش افرق، distinguish، مش قادر افرق بين الاس كومبوننت باي ايز، انا مش قادر افرق بين فين الشي، فين التي وفين الشوجر. وده اسمه ايه؟ solution، المحلول، زي ما شوفنا التي دلوقتي. لكن بقى اما اجيب الووتر واحط فيه المد، الطينة، ايه ده؟ انا قادر اشوف اهو، بشوف المد والووتر، وقادر اقدر ايه افصلهم. ده اسمه ايه؟ heterogeneous يعني ايه؟ غير متجانس، يعني متنوع، كل حاجة قادر اشوفها. يبقى we can distinguish، قادر افرق بين its component بايه؟ by eyes، بعناية. طب ده اسمه ايه ده؟ suspension، معلق، يعني تقدر تفرق المكونات من بعضها. زي مين اتفقنا؟ المود ان ووتر. وبكده قدروا يقسموا الميكستشر لحاجتين، هوموجينس وهيتروجينيوس. دلوقتي على types of mixture، انواع الميكستشر اللي هم اصدقائي. اول حاجه بصوا كده اهو، فروت سالاد، سلطه الفواكه ديت ايه؟ دي صلب وصلب، solid and solid. يبقى اول واحد solid and solid mixture، زي الفروت سالاد. طب ايه دول؟ oil and water، oil and water دول ايه؟ solid برضو؟ no، ده liquid. يبقى number two liquid and liquid mixture، زي مين؟ oil and water. طب ونمبر ثري شايفين ايه دوات؟ ده sand، الرملة، والwater، sand والwater، ده ايه ده؟ مختلفين خالص. ده liquid and solid، او solid and liquid mixture، زي مين؟
زي sand and water. طب number 4 صديقي مين؟ ال air gaseous. في gaseous and gaseous يعني غازات وغازات، يبقى دوت أكيد gaseous and ايه gaseous mixture زي atmospheric air. طب number 5، number 5 بصوا كده، اللي هو المشروبات الغازية، عارفينها انتوا المشروبات الغازية ديت مكونة من ايه؟ من جاز وكمان sugar solution، محلول sugar محلول سكري، يبقى ده ايه الاتنين مع بعض؟ يبقى gaseous and liquid mixture، يبقى زي مين؟ زي ما قلنا soda water. دلوقتي انا باكل ايه؟ فروت سالاد. الفروت سالاد ديت سلطة الفواكه، يعني اقدر فيها separate افصل بين كل فاكهة وفاكهة، بين كل فروت وفروت. ادي ديت ايه؟ strawberry، في بنانة، في ايه؟ orange. يبقى هنا ايه؟ من ال properties of mixtures، من خواص ايه؟ المكتشر. the component of the mixture do not combine together، مكونات الميكشر ما ايه ما بتختلطش مع بعضها. واقدر ايه and can be separated، وتقدر ايه تفصلها easily. ادي دوت ايه دي nuts اللي هي ايه المكسرات، كل واحده فيهم بتحتفظ بطعمها الجميل، يعني في لوز وجوز وعين جمل، كل واحده ايه keeps بتحتفظ بايه بإتس كومبوننت بمحتواها وبروبرتيز وخاصيتها بتاعتها. يبقى دي من خواص ايه البروبرتيز بتاعت الميكشر، ان ايتش كومبوننت ان ذا ميكشر، كل مكون في الميكشر كيبس بيحتفظ بإتس اون بروبرتيز، بكل خواصه بتاعته هو. لما بعمل تي شاي بحط التي اللي انا عاوزه الكمية بتاعته، وكمان ايه والشوجر اللي انا عاوزه، يبقى انا عملت ايه الميكشر ده with any ratio بأي نسبة. يبقى من خواص البروبرتيز بتاعته ان component of the mixture بتاع مكونات المخلوط can be mixed، اقدر اخلطها بايه by any ratio بأي نسبة انا عاوزها. مركزين معايا؟ فاضل حاجتين مهمين لازم نعرفهم. لما جبت الووتر والصولت وعايز اعمل ايه سوليوشن، اعمل ايه دلوقتي؟ احط الصولت في الووتر وهعمل شاكينج، هعمل ايه اهتزاز او ايه ستيرينج او اقلبها علشان اعمل محلول او ايه او ميكشر. طيب دلوقتي انا عملت ايه وجبت ايه؟ جبت ستروبري وبنانة، وعايز اعمل ايه؟ عايز اعمل جوس عصير، هجيبها ازاي؟ برضه هعمل شيكينج اور ستيرينج، هعمل ايه اهتزاز او ستيرينج تقليب، على طول يطلع لي العصير الجميل ده. طيب في الحالة دي بقى في السولت والبيبر في الملح والايه والفلفل اكون ميكتشر ازاي؟ فكروا كده، برافو عليكم عرفتوها. شيكينج اقعد اهز بينهم، اور جرايندينج اطحنهم مع بعض. دولت اللي احنا قلناهم دلوقتي ايه methods of formation of mixture، طرق تكوين الميكستشر. ايه هما اللي قلناهم؟ نمبر 1 ايه شيكينج، نمبر 2 ستيرينج، والتالتة جرايندينج. وانا كنت بلعب بالساند والايرن فايلينجز وربط الحديد مع الرملة، دلوقتي عايزة اعمل ايه سيبريت افصلهم عن بعض، يا ترى اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ برافو عليك، وهجيب الماجنت اللي هو المغناطيس، اتراكت هجذب الايرن فايلينجز برط الحديد ويبعد عن ايه الساند الرمل، ده اسمه ايه ماجناتيك اتراكشن، انجذاب المغناطيسي علشان افصل الساند بالايرن فايلينجز. دي methods of separation of mixture،
دي طرق من ايه؟ من طرق فصل الميكستشر. دي بس واحدة بس؟ لا، في كمان لو انا عندي الساند والووتر افصلهم ازاي؟ filtration process، اللي هو الترشيح او الايه، filtration process، عملية الترشيح علشان افصل بين الساند والووتر. فبجيب فانل اللي هو القمع ده، شايفينه، واحط فيه فلتر بيبر. على طول لما احط الساند والووتر، الووتر تنزل والساند بتفضل فين؟ في الفانل، عشان افصل الساند بالووتر. كمان انا لو عندي سولتي سوليوشن، سولتي سوليوشن يعني محلول ملحي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اسخن الووتر، هيعمل لي evaporation process، عملية التبخر. ده هيساعدني ان انا افصل السولت من الووتر. كده التالتة. طب الفور الرابعة تفتكروا؟ لو انا عندي اويل او ووتر، زيت ومية، اعمل ايه؟ اجيب separation funnel، قمع الفصل. في هنا حنفية، شايفينها؟ لما افتحها الووتر على طول ينزل، واقفل على طول بسرعة الاويل بيبقى فوق. كده قدرت اعمل ايه؟ افصل الاويل بالووتر. يبقى انا عندي كام ميثودز، كام طريقة عشان افصل بيهم؟ 4: magnetic attraction، filtration process، evaporation process، separation funnel. وبكده عرفنا مع مستر ميكشر ايه؟ ان الماتر كان بي كلاسيفايد، ان انا اقدر اقسم الماتر لايه؟ لفاكرين دي distilled water اللي هي تبع الابيور ايه، substance، مواد نقية، وفاكرين السلد تبع الميكشر. الميكشر دوت اقدر كمان اقسمه الهوموجينيوس، يبقى متجانس، وهيتروجينيوس، غير متجانس. عرفنا ايه كمان معاه النهارده؟ عرفنا ان types of mixture، انواع الميكشر، هما اصدقائه: solid solid mixture، liquid liquid mixture، solid liquid mixture، gaseous gaseous mixture، والgaseous liquid mixture. أصدقائه الفايف، الخمسة. وعرفنا إيه كمان؟ properties of mixture، خواصه إيه هي؟ فاكرين دوت؟ أيوة، إن ال components، المحتوى، keep its properties، يقدر يحتفظ بإيه؟ بخواصه. وإيه كمان؟ فاكرين السلط دي؟ إن can be separated easily، أقدر أفصلهم عن بعض easily، بكل سهولة. ودوت اني اقدر اعمل ميكستشر with any ratio، باي نسبه. وخدنا ايه كمان معاه؟ عرفنا الميثودز اوف فورميشن اوف ميكستشر، ايه هي الفورميشن، تكوين الميكستشر، ايه هي الطرق بتاعته؟ فاكرين الشيكينج و ستيرينج، وايه كمان؟ جرايندينج. برافو عليك، سمعتكم. واخر حاجه خدناها وعرفناها الميثودز اوف سيبريشن اوف ميكستشر، اللي هي الفصل، طرق الفصل كام؟ ايوه، الفور، الاربعه. برافو عليكم. ماجنتيك اتراكشن، فلتريشن بروسيس، ايفابوريشن بروسيس، وسيبريشن فانل. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا النهارده، ويا ريت تقولوا لاصدقائكم تعملوا شير عشان كله يستفيد زيكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لي لايك، كل ما تعملوا لايك بتاع ايه تشجعوني اكتر. ما تنسوش سبسكرايب في القناة، اشتراك في القناة، والبيل، الجرس، علشان يوصل لكم كل شيء جديد. ولو سمحتوا اللي ما اتفرجش قبل كده على الحاجات اللي فاتت، يعمل ايه؟ في البلاي ليست او اسمها قوائم التشغيل، يدوس عليها، هيلاقي كل الدروس اللي فاتت. عايز اعرف رأيكم فيها. كنت معكم مس شيماء، جود باي.